معانا الاستاذ احمد من الغردقه. استاذ احمد اتفضل. استاذ احمد احنا ما خدناش جواب مفيد للان. استاذ ما انا عارف الاجابه. اتفضل يا فندم. بالامانه اتفضل. بالامانه يعني اتفضل. اتقي ربنا اللي قاعد جنبي كده والله العظيم اتقي ربنا ما يعرفش اي حاجه عن الدين. مين هو مين الاثنين قاعدين جنبي؟ الاستاذ اللي قاعد اكيد مش الشيخ يعني. والاستاذ ده دارس ايه؟ بيقول قران. قران دارس ايه؟ بيقول دارس قران. دارس ايه؟ انا باحث في الدراسات القرانيه. لا المؤهل ايه او حضرتك دارس ايه؟ انا معايا دبلوم يا فندم وكنت بدرس هندسه 4 سنين. معاك ايه يا فندم؟ دبلوم فني فوق متوسط وفخور ان انا بقول كده ما عنديش مشكله يعني. يا سيدي واحنا دبلومات والله بس بالامانه انت معرفتك بالدين صفر. يا اوكي تمام. انت عاوز اي شهره في اي فنجان وطالع اي كلام في اي كلام. اسال الاستاذ علا انا حالك حالك مش عايز اخرج في الاعلام. حالنا وحالك يعني ما لو انا عايز شهره زي ما انا مش فقير في الدين خالص عشان ارد عليك. خلي بالك انا ايه مش سامعه لو سمحت مش عايزين اي تجاوز لان مش سامعه كلامك بشكل واضح. انا بقول له ربنا يفتح حالنا وحالك ايه التجاوز فيها؟ لا انا بقول بس انا ما سمعتش فخايفه تكون بتتجاوز يعني انا ما سمعتش حضرتك قلت ايه فلو انا بقول له يعني انا دبلوم زيك بس بدون اي تجاوز. انا دبلوم زيك بس ما بفتيش في الدين. يا سيدي انا دارس. ليه ايه اللي انت بتقوله ده؟ طيب خلاص اشكرك استاذ احمد معانا. انا لو قاعد جنب حد دلوقتي غير مسلم ببقى محروق من الكلام اللي هو بيقوله ده. وعمرو خالد كان دارس ايه ولا مصطفى حسني ولا الاستاذ يا فندم بعد اذن حضرتك والله يبين على حضرتك فعلا معلوماتك ما شاء الله مستفي مش على يعني ناس كتير جدا اقل منك خالص 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 المعلومات يعني. وربنا يفتح لنا وحالك برضه تاني.